ايوه بيكي، ايوه طبعا بكره الاوبن دي بتاعي. ايوه يا بنتي ايوه. لا ما جبتش من هنا، لا طبعا انا رحت سافرت، رحت فرنسا ورحت تركيا ورحت لبنان. قصدها تقول انها راحت ميدان لبنان، ميدان لبنان وسوق غزه وجابت الاكسسوارات من ارض اللواء. حضرتك بليز ما تفشيش اسرار الشغل بتاعتي. قصدك اسرار النصب يعني، انتوا فاكرين ان حد اشتري منكم الهلايل دي؟ اي حبيبتي اه. لا بصي، لا انا هقولك، انا جبت جينز وجبت شوفونير وجوبلان وجابت عضة الكلب وجابت دمور وجابت لفتة. يا بيكي بليز ما تنسيش تيجي بكرة. اوكي يلا حبيبتي، باي باي باي. رانيا بطلوا النصب اللي انتوا بتعملوه ده، هو في حد هيشتري الزبالة اللي انتوا شارينها دي اصلا؟ ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنكبر. كبر ايه يا ماما؟ اي كلام بتقوليه وانت واقفه على العربيه كبده. طب خلي بالك بقى عشان الطحينه خلصت. يا جماعه احنا نسينا نحط البرايس ليست بتاعت الحاجات اللي هتتشرب. البرايس ليست؟ بصي يا حماتي، انا رايي انك انت تطوري برضو المشروع بتاع المشروبات ده وتضيفي ليه مشروع تاني بتاع الاكل، يعني مثلا ممكن تجيبي قد 10 ترغيفه عيش فينو مع ربع لانشون مع ربع بسطرمه عشان بقى تكسبي اكتر يعني. ولا يهمك يا ماجي، تموينك علي انا، واذا كنت تحب مميرفت تخش معاكي بالنص انا مستعده اكلمها لك. انا من رايي يا اخوانا بلاش مميرفت، لان مميرفت مثلا ممكن تخنصر من السكر وتديه لجوزها عشان يبيعه في القهوه. ماشي عادي ماشي، بكره هتزري في الدموع لما تلاقي فلوس بتجري ورانا. يا سلام. فلوس بتجري وراكوا بتلعب معاكوا السغميه واستخبى الفلوس في الخزنه وانت تحط دور عليها وتقولي فين الجنيه ونص. ايوه 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 ايوه، تبطل كده على النعمه لغايه ما تزول من وشك. هي فين النعمه يا ماما؟ انتوا لسه بعتوا حاجه. اهلا وسهلا، اتفضلوا نورتوا. اتفضلي يا حبيبتي. ذوقي ذوقي ذوقي، عصير عصير عصير، عندي ليمون عندي عيش عندي عصير عندي بطاطس عصير عصير. ده ب 120 جنيه، ازاي انت عايز تاخديه ب 100؟ اديني عقلك يعني، هو مكسبه اساسا 10 جنيه بس، عايزاني اخسر؟ يعني ينفعك ان انا اخسر؟ هتستفيدي ايه لما انا اخسر؟ بصي كويس كده على الماتيريال، بصي. اوكي هاتي. كلو 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 كلو، عصير عصير عصير. وده بقى نفس ستيل فستان ملكة البرتغال السابقة لانكشير افرودات اللي لبسته في حنة ابنها الصغير جورج. على فكرة ما كانتش راضية انها تجوزه، البت دي كانت عايزة تديه بنت خاله اللي هي الكونتيسة سرايا عبد الرب. مش ممكن، ده هايل. هي كانت ماسكة انهي ولاية؟ كانت ماسكة ولاية الكيت كات. هو ده سني خالص، انا اشتريته خلاص. ده ب 500 جنيه. اوكي. شيبس شيبس شيبس، عصير عصير، شاي كشري شاي، فتلة شاي مخرز. ادفع كتير تكسب قليل، مين عايز بسكوت؟ مين عايز عصير؟ مين عايز شيب؟ مين عايز شاي؟ مين عايز عصير؟ مين عايز عصير؟ بصي بقى، دي بيجامة الملكة فرفورة اللي كانت بتلبسها في أوضة نومها. واو فانتاستيك. دي اما كانت قاعدة بقى في بيت الطالبات اللي في هولندا اللي عند المفارق. اوه فرفورة. وحضرتك كمان الفرشة اللي هنا دي هتلاقي البنطلون الاستريتش اللي كانت بتلبسه الأميرة نيستو لما كانت بتحضر الفرح بتاع ابن خالتها اللي هو الأمير رومي الخامس. اوه انا شوف سمعت الاسم ده قبل كده. اكيد طبعا سمعتيه في اي سوبر ماركت، نيستو رومي. انا عادل لو سمحت ما بغزيش الشغل بتاعي. معايا جبنة نيستو، معايا جبنة رومي، معايا بطيخ، معايا كل حاجات. الله الله يا مدام الله، بدا ستومك ما حصلش، بدا ستومك ما حصلش. يا اف اف على جماله، بصي ماسك بالظبط. يا نهار ابيض حاجه من حته. بس مش شايفاه ضيق نمره؟ هو ضيق نمره فعلا لو حضرتك هتلبسيه في دماغك يعني. حضرتك مين؟ لا مفيش حضرتك، ده انا معدي هنا في الشارع بالصدفه يعني. هو ده مش شارع عادل سعيد ولا ايه؟ معانا بطيخ، معانا كوسه، معانا قار، معانا بسكوت. لا يا ستي متشكرين، معكيش في سيخ، انا هخش اريح شويه بقى. مش تقولوا ان انتوا حولتوا الاوضه دي لبروفا؟
يا بيبي. اهلا 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 جايزك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا جايبين كلب هنا في البيت وانا اصرف عليكم ولا على الكلب؟ جايبين كلب اعمل بيه ايه؟ العب يعادل معاه شويه يا عادل. ده لعبه. ادي 1 2 3 4 5 6. على فكره انتوا فاهمين الغنى غلط خالص، يعني لابسين شتوي على صيفي الاربع مواسم مع برانيت، شايفين شمس ماشيه في الشقه هنا. وصاحب القش لذيذ يا حبيبي. مش احسن ما ابقى مفلس؟ انتي انا ليا مع حضرتك فلوس قد ايه؟ 3000 جنيه يا حبيبتي. او نو، بس ارجوكي يا رانيا ما تتخضيش، ما تغضبيش، ما تزعليش. هنعمل ايه النهارده؟ اشتغلنا ساعتين بس وباقي اليوم قضيناه في الجرد. يا جماعه انا جعان انا جعان، سيبوكوا بقى من عد الفلوس والكلام الفارغ ده، ما حدش هيحضر لي عشاء ولا ايه؟ ايدي دو ايدي دو، عشاء ازاي؟ لا يمكن. اسمع، لا لا رانيا بليز حبيبتي قومي اعملي له لقماتوس عشان ياكل. لقماتوس ايه؟ وانا بتاع لقماتوس؟ انا عايز اكل رز، عايز اكل خضار، عايز اكل لغوصه ولحمه وسلطه ومخلل بلدي. انت متاكد ان هو ده طلبك بس؟ اه هو ده طلبي، هو ده يبقى يعتبر بس. ايوه يعني هيجي له بكام يعني؟ ما اعرفش، هو ايه اللي يجي له بكام؟ انتي من فضلك اديله 100 جنيه علشان يخلصنا من الموضوع ده ويبطل يوجع دماغنا. اف يا سلام، 100 جنيه اعمل بيها ايه؟ احطها في نص رغيف واكلها. اوكي نونو جيب لي الفون بليز. اوكي هاني جست مومنتا. اتفضلي. Thank you baby, thank you. 2 1 1 4 5. الو مطعم عصفورة الجنة؟ عصفورة ايه وانا هاكل عصافير؟ ده انت لو جبت عش عصافير هيقعد يصوصف في بطني وخلاص مش هشبع. الو بليز حبيبتي منسي، ربنا يخليكي، من فضلك عايزه 4 زوج حمام شقلبظات و4 جوز حمام داجل. من فضلك هاتي لي شاورمة فراخ باللحمه. اوكي شاورمة فلاخ، يا سلام. ده فاضل بقى حبه حبه يا ماما الاقيكي واقفه عند مكنه اكسبريسو. وانا اكل ايه؟ اكل ايه؟ اكل، بقول لك ايه، اطلبي لي فخدتين متبلين بالتومه. فخدتين بالتومه برضو الواطي هيفضل واطي. تموت انت بقى في الحلويات وفي الكرشه وفي الفشه والحاجات دي. بيبي اطلبي لي من فضلك 1 لانجوست مشوي مع صوص دي بور. لانجوس مشوي؟ اللانجوس بصوص دي بور بكام؟ ب 1000 جنيه بس. توتال يعني كام؟ 1500. اوكي حبيبتي بليز ما تتاخريش. ثانك يو بيبي، باي باي. ميرسي يا قلبي. ويز ماي بليجر. ايه ده انتوا طلبتوا الاكل وما طلبتوش حلو؟ انا متعود اما اكل لازم احل، فين الحلو؟ اوف. اجيب لك التليفون ماي ديار؟ لا حياتي ميرسي، هكلم بالموبايل بتاعي. غايته. الو هاي، محلات الحلو يا حب الحلو اللي صاحبها محمد الحان. اي بعت لنا اغنيه خفيفه كده عشان الواحد بقى ايه ما يتقلش. حبيبتي من فضلك، لا كل اللي عندكم. كل ده هناكله يا حبيبتي، لو مش اكلناهوش انا هبيعه وهكسب منه فلوسات كتير. تبيعي ايه وتكسبي ايه وتقسمه ايه؟ يا جماعه الطلبات اللي انتوا طالبينها دي طلبات مبالغ فيها جدا، مفروض ان انا اللي ادفع يعني، فدي حاجات كتيره قوي. فعادل حبيبي قلبي ما تقلقش نفسك، ما حدش طلب منك تدفع، احنا هندفع. تدفعوا ايه؟ انا راجل البيت، انا المفروض ادفع. هو انت معاك فلوس؟ لا خلاص، يبقى سيبنا احنا نعمل التصرفات دي، ملناش دعوه بيك. تصرفاتي يعني، ما هو مفروض ان الراجل البيت هو اللي بيدفع وانتوا ما ينفعش ادفع. بيبي بيبي، يعني انت لو جه الاكل مش هتاكل؟ ها انت هتعمل فيها 7 رجاله ببعض؟ هو اكل وبحلاها، ما تدفع وخلاص.